ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلما زاد التضييق على عيسى عليه السلام والحواريين، جدد الحواريون إيمانهم وقووه وأرسوه في أنفسهم، لأنه مع الإيمان القوي تهون الصعاب ومشقة التكاليف ومواجهة الكفار وأهل الباطل. قال الحواريون: ربنا آمنا وصدقنا بما أنزلت على نبيك عيسى من الإنجيل وما أظهرته من حكمك، وآمنا بما أنزلت على أنبيائك من كتب، واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام، وامتثلنا ما أتى به منك إلينا، وصرنا أعوانه على الحق. وذاك من باب التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهي من صفات المؤمنين في الأمم السابقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك هي حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه عبد رسول. فانجوا بأنفسكم يا عباد عيسى قبل فوات الأوان. ثم قال الحواريون: فاكتبنا مع الشاهدين. وفي تفسيرها عدة أقوال: فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لعيسى بالعبودية والرسالة، وقيل: فاكتبنا مع الشاهدين واجعلنا من الشهداء الذين يشهدون يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: فاكتبنا مع الشاهدين. والشاهدين هم الأنبياء، لأن كل نبي سيشهد على أمته يوم القيامة. ربنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.